مساحة 22,000 متر مربع ولخدمة أكثر من 5,000 مواطن من سكان حدائق الفسطاط ومصر القديمة، أنشئ النادي المصري القاهري كلمسة فنية جمالية رياضية بالتعاون بين صندوق التنمية الحضرية ووزارة الشباب والرياضة. فعلا كانت أكوام من المخلفات، أكوام رهيبة جدا، كل الناس عارفة الكلام ده. التحرك اللي تم من أجل إنشاء النادي ورفع هذه المخلفات بكميات رهيبة جدا بتكاليف عالية جدا، وصلت في النهاية بينا إلى الشكل الجمالي والمكان المحترم الجميل في وجود كل الناس اللي كانت موجودة النهاردة. السيد الوزير أشرف صبحي بفرحة الشباب دي، بجمال الشباب، بروح الشباب، والسيد المحافظ اللي كان موجود، ودعم وتأييد السيد الرئيس لشباب مصر. المشروع في مدة قياسية، المشروع الوحيد في المنطقة، بيخدم السيدة زينب وعين الصيرة، إنجاز كبير، مشروع على أعلى مستوى. أول مرة في المنطقة يكون حمام السباحة مجهز بغلاية وحمام أطفال بمنطقة ألعاب بمكاتب إدارية بمنطقة للأعضاء يستوعب الكمية الكبيرة دي. يضم النادي الجديد الذي أنشئ في أقل من عامين حمام سباحة أولمبي ونصف أولمبي وملعب لكرة القدم وقاعة جيم ومطعم ومبنى إداري. احنا استلمنا المشروع على مساحة 22,000 متر، تمام. تم إنشاء مبنى إداري مكون من جيم، مطعم، قاعة أفراح، محلات إدارية، مكاتب إدارية. تم إنشاء منطقة كيزي إيريا، تم إنشاء ملعب قانوني بالمدرج بتاعه، حمام سباحة مقاس 24. سيسهم النادي المصري القاهري كمنشأة رياضية في دعم وتقديم أبطال لمصر من مختلف اللعبات الرياضية وتقديم خدمات اجتماعية منوعة للأعضاء والأسر. لمسة حضارية فنية رياضية رسمتها سواد شباب مصر من جهاز التنمية الحضرية لبناء هذا النادي والصرح الرياضي الكبير، النادي المصري القاهري الرياضي، لخدمة 5,000 من سكان منطقة حدائق الفسطاط ومصر القديمة. من داخل النادي، عبد الحميد صقر، النيل الأخبار.